هذا الشوير طوجنات، هذا الشوير طوجنات. معكم الجزار من مدينة زايدة عاملة سميدلز. كما كتعرفوا زايدة هي واحد المركز ديال باحه استراحه ديال الناس كاع اللي كيسافروا للصحراء، والخدمه عندنا كنخدموا هنايا بالنهار وكنخدموا بالليل 24/24، الخدمه ما كتقطعش. عندنا كليان اللي كيجيو بالنهار وكليان اللي كيجيو بالليل، بالليل كيكونوا اصحاب السلع واصحاب الحافلات وكاع اللي كينقلوا البضائع. ومع هذا الكونفينمون دابا، هذا الوباء هذا اللي حل بالبلاد ديالنا، كنعرفوا واحد الركود في الاقتصاد، والمصاريف كتبقى هي الاقتصاد ناقص شويه، التجاره ناقصه شويه، والمصاريف كتبقى هي. وهذا مشكل كيعانيو منه جميع ارباب المحلات هنايا في زايده، وكنلتمسوا ان شاء الله يلقاو شي حل مع هاد الناس هادو، يدير لهم شي حل. راه صعيب الحال على بزاف ديال واحد الفئه كبيره، صعيب عليها الحال. ودابا زايده كلها كتركز على هذا الشارع، هذا تقريبا فئه كبيره كتستافد من هذا الشارع، هذا هازين الناس الدور ديالهم من هذا الشارع هذا، هنايا هازين عائلاتهم، ومن وقفات الخدمه بزاف ديال الناس كيعانيوا الاضرار هنايا. معكم بما انني مسير مقهى بمدينه زايده اقليم ميدلت، اذن في هذا القطاع كنعانيو، عانينا بزاف ومازال تنعانيو بعد الركود اللي كتعيشوا المنطقه. بصراحه اذن كان ترونسبور ما كانش كيتحرك، والمنطقه بزاف كتعتمد على لي باساجي، تعتمد على لي باساجي بزاف. اذن من بعد ملي كان الحجر الصحي، اذن ما كانش اللي كيجي ليها او اللي كيتوجه ليها بزاف، اذن كانت غير السكينه، والسكينه ما كل واحد كياكل في دارو. اذن هذا القطاع تضرر بزاف، ومن بعد عاوتاني فاش طلقوا الكرام، اذن بالنسبه ديال 50%، بالنسبه لنا حنايا اذن تقريبا العمال كيبقاو هما حيت كل واحد والدور ديالو، كل واحد وشنو تيقوم به، والقهوه تنحلو بالليل وبالنهار. اذن الكار تيجي ب 50% مثلا، وهذا وتيكون عندنا المصروف اكثر من المدخول. اذن تضررنا 4 شهور وحنا سادين، ومن بعد واخا هاد التخفيف هذا اللي كاين، ولكن مازال كنعانيو بزاف هاد القطاع هذا. حاجه وحده اللي كنهضر مثلا هي الكوفيد 19 والتاثير ديالو علينا حنا كبسيبتي تاجر، والناس المساكين عاود اللي عندهم محلات في التجاره، سواء قهاوي سواء خضاره سواء، فعلا راه تاثرنا بزاف، وماشي غير ماديا حتى معنويا، حتى المعنويات ديالنا هبطات بزاف. لا حنا لا عائلتنا ولادنا خوتنا، كلشي مخلوع من هاد الكوفيد هذا، كلشي مدهشر. زيد عليها الماديات حديت ولا حرج، الماديات راه عباد الله ما حيلتهم، ولادهم يقراو يطبوا يلبسوا ياكلوا، العيد جاي، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ما عرفاش غيدير بنادم. كنتمناو تكون شي التفاته من السلطات المعنيه، التفتوا لينا، وحنا مخلوعين من هذا الشيء. عاود ربما هذه الحالات اللي بانوا هنا بزايده وقبل منها ميدات شي يومين ثلاث ايام هذه، ربما عاود يكون شي حضر اخر، ويكون عاود سدان، ويكون رحنا متشائمين ومخلوعين، ونتمناو يكون فعل الخير ان شاء الله، ما يكونش شي حاجه اللي غادي تضر العباد اكثر من هذا الشيء. واش غادي نقول لك حنا، يعني بالنسبه بصفتي كبائع متجول، يعني هذا العام هذا شويه طايح شي شويه يعني في الاقتصاد بارابور لي زاني هكا الديرنيير، البلاد يعني كتعاني شي شويه يعني من شي تعلان شي هادي. ما صراحه حنايا زايده يعني ما كتكونش خاويه اللي بحال هكا هذا العام هذا شويه، يعني مع الوباء نتاع كورونا بحال يعني شويه غيرت المجرى نتاعها. يعني كنطلبوا من الله تعالى هذا الوباء هذا يترفع علينا ان شاء الله، وترجع المياه لمجاريها. وحنايا بالنسبه لزايده يعني حنا كنتمعشوا غير مع لي باساجي، ولي باساجي هذا العام هذا ناقصين، يعني غادي تكون تحت الاخر التجاره شويه طايحه هكا. ونتمنوا من الله تعالى يغير من الحال حسن الى احسن ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.